ما أسباب نجاح الموسم التسويقي الحالي لمحصول الحنطة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة حققت الشركة العامة لتجارة الحبوب والحكومة العراقية بشكل عام نجاح كبير هذا الموسم، باعتباره أول موسم بالتاريخ نصل إلى 6,302,000 طن. هذه الكمية لم نصلها بتاريخ العراق، تقضي بأنه نصل إلى الموسم القادم وخزين 3 أشهر، إضافة إلى 1.5 مليون طن من الحنطة فائضة عن الحاجة، من الممكن أن نستغلها بعملية التصدير أو عملية بيع هذه الكميات إلى أصحاب المطاحن لطحين الصفر. حقيقة نجاح كبير، شكرنا باليوم كانت وقفة لجميع موظفينا في جميع المحافظات بما فيها إقليم كردستان، باعتبار أمس كان آخر يوم في إقليم كردستان تم استلام كميات الحنطة وأصبحنا ووصلنا إلى هذه الكمية. واليوم حقيقة كنا مع موظفينا، شكرنا الله جل وعلا، شكرنا الحكومة أيضا لوقوفها معنا. دولة رئيس الوزراء كان موقف شجاع وقوي مع الفلاح ومع الشركة العامة لتجارة الحبوب، كان معالي وزير التجارة أولا بأول مع هذه الشركة لإنجاح هذا الموسم، تنسيق كبير بين معالي الوزير والمحافظين في جميع المحافظات، أيضا الشركة العامة لتجارة الحبوب كان أيضا تنسيق لها مع جميع المحافظين والمحافظات، ونحمد الله ونشكره إلى ما وصلنا إليه هذا الموسم. طيب دكتور حيدر، بالنسبة للكميات المسوقة من محصول الحنطة بلغت أكثر من 6 ملايين طن، وفرت خزين استراتيجي والحديث لكم لمدة 3 أشهر، ألا يمكن رفع الطاقة الخزنية بدل البحث عن تصدير الفائض؟ نعم، حقيقة ابتداء احنا هذا الموسم رفعنا الطاقة الخزنية قبل بدايته، وإلا ما من الممكن أن نصل إلى 6,300,000 في مخازننا. بنينا أكثر من 27 بنكر في جميع المحافظات، يعني في الأنبار بنينا، في السماوة، في ذي قهر، وفي ميسان، وفي كركوك، وفي جميع المحافظات بنينا بناكر واستوعبنا هذه الكميات. أيضا ماضون باتجاه زيادة الطاقات الخزنية ببناء سايلوات في محافظات السماوة، باعتبار أنه هناك مشكلة بالخزن في الأنبار، باعتبار ماكو سايلو بي في كركوك وفي واسط هذه المحافظات. خلينا ضمن خطتنا نبني سايلوات 60,000 طن سايلوات معدنية بإذن الله في الأيام القادمة، سوف يبدأ هذا المشروع ابتداء من واسط وانتهاء في محافظة النجف بإذن الله. طيب يعني إذن هل لنا أن نقول للمواطن بأن يطمئن بشأن الأمن الغذائي؟ يعني تضمن وزارة الزراعة طبعا بالإضافة إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، يعني ضمنت الأمن الغذائي للمواطن العراقي؟ 100% ضمننا الأمن الغذائي للمواطن فيما يتعلق بمادة الحنطة يعني الطحين لمدة 1 سنة و3 أشهر، إضافة إلى 1,500,000 طن قابلة للتصدير. هذه فائضة عن الحاجة. بإذن الله خلال الفترة القادمة سيكون هناك لنا جدول لعملية التخلص منها باعتبار بيعها إلى الدول المجاورة الأخرى أو طحنها في موضوع الطحين الصفر بإذن الله. كان موسم رائع، كان يعني تخلل هذا الموسم تعب كبير بالنسبة للموظفين، 24 ساعة جهود متواصلة في عملية الاستلام من الفلاح. الفلاح كان فرحان هذا العام باعتبار أنه كل هذه المحافظات استلمت المبالغ المالية. طيب دكتور، أولا بأول بإذن طيب الله. يعني الموسم الحالي فاق التوقعات كما تفضلتم، هناك أيضا مخاوف بأن يجهز الموسم المقبل على كل التوقعات، ماذا في خطط وزارة التجارة الزراعة الموارد المائية بشأن ذلك؟ حقيقة خططنا احنا كوزارة التجارة هي ابتداء موضوع المخازن، يعني يجب ان نتوجه الى مخازن وبناء المخازن من الان. احنا توجهنا الى بناء السايلوات ليس المخازن فقط، وايضا المخازن. اضافة لذلك احنا الشيء المهم انه نجد وسيلة لبيع هذه الكميات الفائضة عن الحاجة، هذا المهم، باعتبار انه
كنا دولة مستوردة للقمح، اليوم احنا دولة مصدرة تعتبر للقمح. نعم. حقيقة هذه الكميات الكبيرة حتى راح يعني ألا تجد الحنطة العراقية لها سوقا في المنطقة، خاصة أن الوزارة تحدثت عن تصدير محصول الحنطة الفائض من محصول الحنطة إلى يعني جيرانه، إلى جيران العراق؟ نعم، هناك يعني تنسيق مع الدول المجاورة، وحقيقة بالدول المجاورة كثير منها يعني ما وصلت للاكتفاء الذاتي من الحنطة، ومن الممكن أن يكون التنسيق في عملية بيع هذه الحنطة أو يعني مبادلة بالخدمات بإذن الله. توضحت مدير شركة تجارة الحبوب في وزارة التجارة دكتور حيدر نوري، شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا.